خير شو رايك يلا عدي نحن ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل ونديل بس قريت نسمة رياحك ليش عاطي الحد تودي بدور اشوف دكين دموعي السايلة فوق خدي ملان حنين وقمل علي انا ابويا زادني انين وين القاك يا جرح البقيت
حرام الله يزعلكم بالغيبة اخوانا، ما تحلونا يا اخوانا. اقو اخوانا حرام عليكم يا اخوانا، ابوك حرام اقو عليكم يا خلوا هذول خلوا اداني صوتك اداني صوتك انا فيش فيه عسكري كمان قلت لك خلوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. شو كتبتوك اتفاجئت؟ لا يستاهل ده. قوم قوم على هلك ارض مسلوم. تعال جاي اجيب يا اخي لان النجاط طيح لنا نجاط يا اخي. قوم راح تعال تعال اسمع الاخو، نحن بنحتاج لك في سلبنا ويت كمان بورانا بتستفيد. يا اخوانا انتوا بتحقروا زول والعرب ما بيرضوا الحقاره، خصوصا يعني زول زي انا كذي سجلت وراس. انت كان سجلت وراس بتترسل بمزاجي مستفيد يا اخي الا ما مع حقور. انت كان بتخاف من الصوت تسول بنقول لك عليه. اخوانا حرام عليكم اخوانا، خلونا نمشي اخوانا، انا ما زال مسكين زول مراسي ساي كنت فيه كده، ما تخلوني نبيش اخوانا دوني خاطركم اخوانا، حرام عليكم اخوانا زول وحيد كده مثلي في الخلد اخوانا تتلموا علي الاربعه الله يسعدكم يوم القيامه اخوانا، ما تخلوني اخوانا نبيش اخوانا تشوف مراسي يا اخوانا، حرام عليكم الليله اضياف يحلي لك الليله اضياف لك الحلوه الاضياف الليله اخوانا، خصمتكم بالله ذاك ما خليتوني مشيت دوني الخاتم وير اخوانا. سامح سامح الحسين هيا انت بتعرف الدرب الوسط في الزول ده؟ دي الفجة اللي تبادلوا فيها النعلات هو دكين، ودكين خطر عليه الجبل وهو جه هنا مشديدة. اي هي بخبيرة متوكد؟ انا قلت لكم بخبيرة. قال لك متوكد قال لك بخبيرة، بخبيرة قال لك متأكد يا اخي. خلاص يا زول اديناك الخاطر امشي، الله يعدل علينا وعليك. الله يقبلك عن كنت في الحكومة قبل ما يرفدوني منها جنس عمايكم دي، والله ما كان سويتوها معاي، الله يا رب انا شافكم ساي. عملتها يا رضية. الله يسلمك يا خالتي بنت المنى، أريت حالك زين؟
الله يسلمك. كيف انه هون اهلي؟ اهلي طيبين. كيف انه اخي؟ الا اخوي دكين. دكين ما له ابنيه. دكين ماله كتر بالحيل اخالتي. وشكله قدر سبيب الراس. يمكن كنت الليله قبال باكر. مشان كذا بدور اشوف. دي مشكلته مع اولاد النوراني. مشكلته مع اولاد النوراني شنو اخالتي؟ دي لها سنين ودني من ذات النسوة. الا المرة دي. المرة دي مشكلته مع الحكومة. قتله مسجون وعسكري وشرد. والله يا بنتي مزعلت صعبة بالحيل. حليتي شنقولي كاظمية. بدور اقعد معك هنا يا خالتي. بدور اقعد معك لا من ابوي انساني وما يعرف لي اثر. وبعد ذاك بمرق بكوسه في كل مكان لا من القاوة. كتر خيرك يا بنتي. بارك الله فيك تريديني وحبابك عشرة. إلا أبوك مما فارقني يجي 5 سنين لا خضراني ولا حتى بيتنا. سوى حرابته مع أخواني هنا. لكن يا بنتي تقعدي فوق راسي وديك دواما لن تكوسي أخوك تيجي. اديك العافية يا خالتي. سبحانه وتعالى كاتب له عمر. ساعته الضرب الراعي كانوا قريبين من المامور وجماعته. ها قمنا تلاقينا كلنا مشينا علم شديدة. هناك لاقينا لنا عربي. العربي قال شافوا. يا جماعة نحن تايهين. نحن وين؟ شمالنا من جنوبنا ما عارفين. قالوا سألناهم قلنا له أقرب مركز وين؟ قالوا لهم شديدة. امشي شمال. نحن نمشي شمال. وقعود أنا متابع. ها هيات المطرة. ما وراكوا اللاقا وين؟ ورانا. قال لقاه بين الصفية والصباغ. الصفية والصباغ. انت منو؟
فر لي الله. أنا جابني ارتاح. جابني هنا شنو؟ لا تخاف الله حي. ها ناس اندي شغلتكم هذا دربي منكم اقوى دا بكفر نتساوى شورتم بتعطل اشغالي ماني قاعد له يا اخوانا والله بكف كلامه صح يا دو كلامه صح كينا شغلتنا كون احنا ذاكين دايرين فوق هين ونحن شاين شاين يوم الدايرين ما تم يا اخوانا هوي النيل النار والاجنس اللي بنسوي فيه ده خير نرجع اهلنا وشوف لنا دبرت تاني انت الحسين الفزع كمل شن قصدك يا ابو شارع خلاص يا اخوانا خلاص هيا الحسين انا بقول نتكامل اهلنا وناخد لنا جمه وبعد ذاك نشوف لنا دبرت تاني هيا الحسين بقدر الراي يا اخوي لا تخالف خير الله 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 الدنيا توطاح بتعرف اللي بتوطحهم المثلك هادكين المثلك رهين الدنيا شايلاه فوق سيلة عويش فوق زبد البحر كلمن سعران تعضي ورا وقدام الضرب كتر عليك والظهر انقصة ترافق ليلة سواد لا زول أن تقول له لا زول أن يقول لك لا حنني لوليك عود الناشف في حلق الطريق غير يعطر لك ما بيواسيك الدنيا توطاح دكين تا زروق اخوي مزعول منا الخير ايوه اسمك زروق ولا اسمك زروق ولا اسمك حضياب زروق حضياب اسمك ده كيف انه اسمك ده كيف انه حضياب حضياب ليه ما بتعرف اسمي عارف عمرك ده كله تلاقي فيني ما عرفت اسمي والله بعرف زروق دي الا ما عرفتها يعني كدي جايه من وين ولا ماشيه وين ولا انا اشوف حقيقه اسمي زروق بلقى اسمك زروق بلقى زروق اي زروق يعني كده زروق بلوق بوق هسه انا ما قايله برا لا زروق بلوق زروق بلوق اي زروق ها اساسا انا اسمي زروق ده انت قالوا لي ايه عشان زروق زروق ده الله يتا ضيعت الله ما نبي والله ما نبي والله نبي والله ما نبي والله نبي شوف زروق وعلى زروق ده مع طير زروق الطير حبيبي يا من زروق عشت عربيه كيف تحوم ساي فوق الجبال وفوق الوديان دي ما عرفت زروق يعني انت طيره هذا طيره ما طيره انا زروق زروق هاي شوف امي عشان قاسموني قمريه
هم قالوا يسموه قمرية، انا انت اقول لي ما طير كيفي. لا لا ما طير، القمرية طيرة. القمرية طيرة. القمرية طيرة. ما طيرة. القمرية حيوان. القمرية ساي. القمرية ساي. القمرية ساي. هاي ها ابوي قال لهم لا سموه قدوم احمر. هاي مراكين حبوبتي مرات بتدلني بتقول لي والدبرك هاي كيفين معاك اسمك داري يسموك قدوم احمر. هاي وابوك داري يسميك قمرية. ودي كمي. وسعت اسمك دروب. هاي وبقولوا لك والدبرك وحبوبتي. حبوبتك تقول لك والدبرك. ساي كذي مرة اتضايقت بقول له روحي والدبرك. شفت كيفين؟ شفت كيفين علي؟ انت انت ذا اسمك ضياب ولا ضباب ولا ضراب؟ انا؟ انا اسمي ضياب. الله يا الله الله يجنا ضياب. الله ما اعرف ذاته، ما اعرف جات كيف ذاته والله. بالباب. بس انا غايته من ما ولدوني كذي. انا ما كنت صغير زمان. ما كنت انا كنت ما في كنت ما في اصلا انا كنت ما في هاي. بس فجاه كده لقيت روحي قاعد باسمي ضباب. ضباب ضياب 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 هاي دي ضياب بالباب بدا بالهاي بالباب هاي هاي شيخنا نعم المبروك الزول. مال الزول؟ الزول لا تخاف قول في قول. خشم تلجم يا شيخنا. لا تقول ما قداير. احكي له يا دكين احكي له يمكن ترتاح. الا تبداها من وين وتنهاها وين؟ من دموع الناس ولا من حق الناس ولا من الرضية شايل همك؟ شنو داير تقوله؟ شنو داير ترتاح منه يا دكين؟ وإيدك فوق دموم الناس. الدنيا دورتك يا دكين. الدنيا جالت بيك تشيل فيك وتخط فيك. أرجى جاياك أرجى جاياك. صقرك حلك والمركب رفع. الرجع موتك. إن مشيت موتك إلا الرويحة حارة وإبليس غلب الغالب الله. أسمع يا أم باشا حمد. نعم يا فندم. تعمل إشارة مستعجلة لكل المراكز والشيوخ والعمد والنظار بأوصاف دكين. حاضر يا فندم. بس في حاجة يا فندم. نعم. دكين ده راجل خطير وحويط والعمد والنظار ديل حظنوا يقفوا معهم. طال الزمن ولا قصر مصيره انقبض ويتحاكم. الله يا فندم تبقى حسرة لو تعبنا ده راح ساكت كون دفقنا مويتنا على الرهاب. نعم يا فندم. بالله يا حمد اتأكد انه التعيينات دي اصطرفت للناس ديل. حاضر يا فندم. اقيف يا حمد اصبر اصبر دقيقة. نعم يا فندم. لا حول ولا قوة الا بالله. في شنو يا فندم؟ في اشارة بتقول انه لقوا 4 جثث لشيخ وشابين ومعهم بنت. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا رب يكون ده كان عنده علاقة بالجريمة دي. ايوه اكيد لانه لقوا في واحد فيهم
مضروب جيب خانة. خباركم الحسن اختي ما جيت امبارح الا اتجمع. والله كنت تعبانه تعب، المويه دي فترتني خلاص هدت حليده بالحيل والله. هي والله والله العظيم فقدناكي امبارح. والله كنت تعبانه تعب. والله العظيم يا اختي ما طلعت كله تعبانه تعب في الدنيا دي. الرصيده ده اللي كسر التب. بدور لي مويه في السي عنده من الجمام في شان الدرب طويل. ماشي وينها الاخوات؟ بعيده الاخوات. قبال المويه تمشي معانا على البيوت، ترتاحي في الاول وتاكلي لك لقيمه وتمشي. لا لا كتر خيرك، بدور اصل قبال المغرب. بتصل ان شاء الله الا بتدور لا براي كان غشيتكم. لا والله الكلام ده عيب والله. سوقي على البيوت. يبي وجاي. هسي يا اخواتي تعال نتأكد، هسي المرة دي قاضع الدرب ده لا راجل لا فارس، فكم يا اخواتي؟ قال لها مرة عزيك اظنها فارسة. هل لكن فارسة براها كده ده؟ ما ولية ما في شيء تم بتعرض لها. المرابعين ديل بتعرضوا لها؟ ان خطة تودي ابن ادم المرابعين هينة. الا اخواتي وشاشة وشاش خير اظنها صالحة. صالحة؟ صالحة تلحقنا وتنجدنا يا رب. مالك في شنو؟ سجامي الليلة أنا سجامي الليلة يا يوم سجامي الرجال ديل ما بكون أبوحوا فقر الموية دي. الله يهجمكم من حسن. الله يهجمك. سجامك أنت ولا سجامي أنا رميت الماعون. ما شنو والله أنا ما نمة أنا ما أزعل مني يا سفريك ده شت أنا كمان علي واحد واحد أنا ما أنا ما والله أنا بني ما أحسن منك. أنت اتنين ما أحسن مننا. والله خير منك. والله زروك أقول لك نمة زروك أقول لك نمة كلامك قصره. أحاول أشوف النميم حقي أنا بقوله ساكت بس قطعيا ساي؟ قطعيا في حينه أسا أقول أقول لك واحدة أسا أقول هاي في قرب الجمال مال الوقع ويتفنقل في القول والحديث مال الضغير اللحبل ونجابوا اللكل من العصيدة التندل وينصاب من النفاخ أشرب وسف الحرجل. لكن ده معك انا يا اخوي. ايه هو يا كذاب اخوانا الكذاب اخوانا دي ما قلت انا كذاب والله ذاك الليله دي قلت انا هذا اللي قلتها سمعني ذاك الليله دي عمل اول قلت انا عمل اول قلتها وذاك الليله قلتها وقاعد اقول طال النوم دي حقتنا يا اخي انت شلتها ساكت دار تصبت فوقها هو ازرق هوي عليك الرسول. اقول لك البيتين البعدين اقول لك البيتين البعدين قول ولا اقول لك نمه جديده والله حسابي تقول اي شيء اقول لك اي شيء قول اسع والله يسوي لك مقطعيه اسع صور من راسي زاي والله انا بسوي في حينا زروق زروق يا زروق زروق او عبالك تمشي السوق. ما شاء الله ها ساعه ما قطعتها حين والله ما قطعتها. طيب انا اقول لك واحده طوالة زي يا قول يا ضياب اها يا لا. هباب انا هباب ما حين حين يا رباب وين يا ود الشياب. حاسه كنت يا بنتي دايره تفوتينا كده حوفه ما بمرادي إلا الدرب طويل. وبليانك وينه؟ فيه ومالك بلاه ما خليتهم بمرادي إلا في أمرن جبرني خلاني أستعجل براي. نعم ما أمرن قاسي قاسي إلا مو قاسي بالحيل. ما قدرت تقوليه لينا قولي إلى شمار رضية مشيتك براك دي غريبة. قولي ليش يا رضيع أي هو يعني مو شي تنكدي فوق مدسته أنا أي أي أنا معرسة فيها أبو دليك وأبو عيالي زي ما تقولي كدي يعني راد لي صعب شوية كدي. نعم ما بتوكي الله يا خالتي الله كل يوم أنا نايمة بيدقة وقايمة بيدقة قبل وحدو وقت الدق كتر علي خفت عليه روحتي وقلت خيرت لم علي اهلي وشردتي المعنى يعني ايه
كان كنت قعدت معاه وكان تدني. واهلك بعاد من هنا؟ يعني مسيرة يوم من هنا كده. خلاص يا بنتي انت ما تقومي من هنا، اصل لمين ده العزاء وباكر بيقوم يا هو في دربك. المات لكم منه؟ قول لي المات لكم كم؟ كيفين الكلام ده؟ في فريد ليلة يحليلكم يا زيني، يحليلكم يا الفرسان، يا أحليلك يا فاطمة، شالتك الدنيا قبل ما تشوفي فيها شيء. يا زين الشباب ويا عرس السبات، حليلك يا عثمان، حليلك يا الماح، حليلك. لما فيهم واحد منعول لا راعى شيبة شيخ، لا راعى حرمة ولية. ولما فيهم وين؟ غادي للسباق وقالوا قبال كده قاتل له عسكري سايقهم ليه أبو دليل، وكانت الناس كتار غيرهم. لكن أخوي دكين لم تنجم انت يتيم في بوتا بسبح حقيقة وفي جوني بعد النغم الحنين الجام نازف له أحلى وتر Thank you.